قعدتي اليومية بعد ما فيه واحتسي قهوتي بلش شوف شو في أخبار مزيفة وتضليل على هالإعلام المغرض. طبعا بالآخر لحتى أخذ الخبر الحقيقي بروح لإعلامنا الوطني المهني. المهم فتحت التلفزيون وإذ ولا برنامج شغال ولا نشرة أخبار طالعة، لك حتى الصحف ما لقيت مقال إقرأ، حتى الراديو ولا قناة شغالة، لك وين المذيعين وين الصحفيين؟ ما في حدا بالبلد، وين راحوا ما بعرف. تحت عنوان الأسبوع الإعلامي السوري في موسكو وتعبيراً عن عمق العلاقة بين البلدين روسيا وسوريا، قام وفد من وسائل الإعلام السورية المرئية والمسموعة والمقروءة بزيارة لروسيا. كيفك؟ تمام يا هلا فيكم، أهلا وسهلا فيكم بموسكو طبعاً. نرحب فيكم طبعاً بموسكو، إلى موسكو. بموسكو. في موسكو. أسبوع الإعلام السوري في موسكو. أسبوع الإعلام السوري في العاصمة الروسية موسكو. أسبوع الإعلام السوري في موسكو. طلعتوا بموسكو. بس مو برد عليكم لك أمي، كنتوا أجلتوا للصيف مشان ما تعتلوا أغراض كثيرة. يلا على كلن مو مشكلة، إذا رايحين تحضروا أسبوع الإعلام السوري معناتها طلعتكم ضرورية. يعني لو ما طلعة مهمة ما كنتوا تركتوا البلد كلكم وقطعتوا 1000 كيلو لتجتمعوا بموسكو. هلا على متن قارب برحلة نهرية هي من أهم الرحل ومن أمتع الرحل يلي رح نقوم فيها نحن الوفد الإعلامي المتواجد في موسكو. يمكن دائما بيقولوا إنه السفر بيكشف الأشخاص، جدا كان الجروب جميل. نحن طالعين برحلة نهرية بنهر موسكو وهو أحد أشهر الأنهار بمر بالعاصمة. ما في إنسان بيجي إلى هذا المكان إلا بيحتفظ بذكرياته لسنوات طويلة. رحنا مباري على متحف، على المتحف العسكري، متحف تابع لوزارة الدفاع، وهو مدينة معارض كبيرة. كثير من الأماكن زرناها أماكن أثرية إلى رمزية عند الشعب الروسي. صحيح. يعني هل الأجواء بالرحلة النهرية هي أول شيء لقاء حميم من الداخل لأعضاء المجموعة لأعضاء الوفد كاملة؟ يمكن دائما بيقولوا إنه السفر بيكشف الأشخاص، جدا كان الجروب جميل. أفق جديد لإلنا لزملائنا الإعلاميين يشوفوا مناطق جديدة، يطلعوا شوي من يعني خلينا نقول من أجواء الحرب. والله حقكم هلكتوا بهالحرب، ضروري تطلعوا من هالأجواء وتغيروا جو شوي. بعدين السفر ضروري يكشف الأشخاص، والجروب جميل واللقاء حميم ورحلات بالنهر ومتاحف عسكرية. هلا هذا الأكتيفيتي شوي يعني بيذكر بأجواء الحرب، بس الواحد بهيك مكان عقولة الزميل إياد يعني بيحتفظ بذكرياته لسنوات طويلة. عسيرة الذكريات، وينك يا زلمة ما شفناك من دورة ألعاب المتوسط؟ بعدين أنت مذيع رياضي، شو أخذك معهم؟ بشكل كبير طبعا لوزارة الإعلام السيد وزير الإعلام اللي كان حقيقة اهتمام كتير كبير بأن يكون في هذا الوفد المتنوع من مختلف الوسائل الإعلامية. اليوم عم نشوف نحن المحطات السورية المختلفة، الإعلام الخاص، الإعلام، كل إعلام وطني بالأخير. يعني ما عاد في هون في رسالة واحدة، شكلت الرياضة السورية فعل مقاومة وصمود بشكل كتير كبير، وهذا الترجم من خلال التواجد المستمر. بالمقابل أنه في عندك معركة أخرى مع إعلام قد ما قلنا عنه أنه هو إعلام مزيف، إعلام مغرض، إعلام خارج المبادئ الأخلاقية والإعلامية، خارج أي ميثاق شرف إعلامي. طلعنا ظالمين ولا الجماعة؟ إذا إياد ناصر معتبر أنه الرياضة صمود وتصدي، فما بالكم بقى بباقي الإعلاميين؟ شباب، إذا حدا فيكم بيفصل الرياضة عن السياسة بعد هيك بدي أفصل من البرنامج. نرجع على الشق الرياضي. هلا بالشق الرياضي اللي حكيت عنه برجع لملعبي. قعدنا بزياره للملعب لنروح نشوف الملعب يقام فيه كاس العالم، قديش كمان اهميه تبادل الخبرات الرياضيه الاعلاميه اليوم. ان شاء الله يعني موعودين احنا بكره يكون في مباراه، فان شاء الله يكون في حضور لمباراه. والعلاقات الروسيه السوريه الرياضيه كمان اذا بدنا نحكي عنها في هذا الموضوع لا يمكن نسيانها على الاطلاق. يمكن الكل بيتذكر دوره متوسط بال87 اللي وحفل الافتتاح اللي جرى، اللي كان من اجمل الاحتفالات اللي عملناها وما عملنا غيرها. هو احتفال واحد ما في غيره، دورة ألعاب وحدة بتاريخ هالبلد، يعني أكيد بدها تكون الأجمل. إيه والله الذكريات معك ما بتنتسى يا معلقنا الرياضي العريق. معلش لحظة شوي، لك شو في؟ اطلع فاصل إعلاني؟ من إمتى نحن بنحط فاصل إعلاني بالبرنامج؟ طيب آسف أستاذ إياد، بدي أضطر هيك أقطع هالسيل الجارف من الذكريات، مضطرين نطلع فاصل إعلاني.
الذي أقيم بالتعاون ما بين وزارة الأعلام وأجنحة الشام. وزارة الإعلام السورية وطيران أجنحة الشام. وزارة الإعلام مشكورة وأجنحة الشام للطيران أيضا مشكورة. وتلاقي نشوف نحن أنه شركة طيران أجنحة الشام اللي هي وفرت هالزيارة. والتعاون مع أجنحة الشام. اليوم شركة طيران هي كجسر جوي مع إعلاميين حتعمل أشياء كتير عظيمة لبلدها. أولا يعني هو الشكر للشركة الاقتصادية أجنحة الشام للطيران اللي أتاحت لنا أنه يكون هالوفد الكبير. شركة أجنحة الشام لأننا الوحيدون نحن الأفضل. لا هو عن جد يعني ما ضل غير شركة طيران بسوريا، طبعا غير الطيارتين اللي للسورية، واحدة بتشتغل واحدة خربانة. شباب أجنحة الشام مين صاحبة؟ مولا رامي مخلوف. كيف مولا رامي؟ ليش في شي بالبلد مولا رامي؟ إلو بس بيقولوا إنه مو إلو؟ يا سيدي إلو. دعوة أجنحة الشام إلنا دائما بمشاركتهم بفعالياتهم بانطلاقاتهم لمطارات جديدة، هذا الشيء بيحسسك إنه بدأت سوريا تتعافى ورجعت تأخذ مكانتها بالعالم. يعني لا كتير هيك، سلمى المصري وإياد ناصر بيوم واحد فعلا أجنحة الشام تجمعنا وين ما كنا، بحضن الوطن ولا بالوطن الأم روسيا، معكم أينما كنتم. شو خلص الفاصل؟ رجعونا لكان على موسكو، تابع فعاليات أسبوع الإعلام الروسي. أنا بدي أقول إنه بدي هالمكان اللي إحنا هلا حالياً بس عم نصور منه هو مكان خاص بتعليم الأطفال فن الرسم إلى جانب الفنون القتالية الأخرى، وفن الرسم هو من أهم الفنون اللي بيعتمد عليها الشعب الروسي لأنه أيضاً تعبير أو مزج ما بين الجمال والفن وأيضاً الكفاح. معروف طبعاً إنه الرسم من الفنون القتالية الأخرى المشهورة بروسيا، لأنه هو هيك يعني فيكم تقولوا مزيج بين الجمال والفن والكفاح، بس كأنه يعني الفن الروسي صاير غريب شوي مع زيارة الوفد السوري. شباب جيبوا لنا روس أصليين يحكوا عن الفن تبعهم. لك بركي السوري فهمان غلط، يمكن للتعبير من خلال الرسم عن محبتهم لوطنهم للجيش الروسي. Этот как бы рисует они ради вашей армии такие что они влюбились. В России стоит искусство. Вот это важно. Берутся да, именно أهم شيء عندهم ال 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 الفن. 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 الفن لأجل الفن. هذا الفن الروسي اللي بنعرفه. بس الإعلامية الوطنية تبعنا مصرة تتحش محبة الجيش وتعسكر الفن. أكيد بتعبر من خلال الرسم عن محبتك لوطنك وللجيش الروسي. الرسام إيفان إيفانوف قال لنيت خبيبتي. الفن للفن. بس انه رفيقة تستسلم ابدا، دافعين عليها دم قلبنا وبعتين على اجنحة الشام لتحكي عن الجيش، معقول تخجلون؟ انه بروسيا انه هلا عم تشوف عيونك الجميلات وتطلع كمان بعيونه بتشوف دائما الخير والمحبة للشعب الروسي. تعبيرا يمكن على طيب العلاقة بين البلدين سوريا وروسيا، عن أهمية هي العلاقة سياسيا واجتماعيا وقديش دورهم مهم اليوم في محاربة الإرهاب إلى جانب سوريا. وقف لا ترجم هي فورا بتعالجها بالكاتيوشا. يا رفيقة الرسام عم بيقلك بشوف عيونك الجميلة وبتشوفي بعيوني الخير والمحبة، بتروحي بتقولي له هذا دليل على مكافحة الإرهاب؟ يعني أنت خرجك فن روسي أنت؟ جاي لحضن الوطن أطفالك ولا ما تاخدي برد؟ صباح الخير استاذ نزار. صباح الخير، بس قديشك برداني؟ كثير برد اليوم، كثير برد، ونحن قالوا لنا بموسكو قال اليوم يعني في دفع 1-2 بالعاده ناقص 15-20. لا هلا هلا بالنسبه لهم هذا دفع، نحن كثير بردانين. يسعد صباحك ونتمنى لكم اوقات طيبه في موسكو، ونتمنى الا تعيق درجات الحراره المنخفضه هذه الاوقات الطيبه التي ستقضونها في العاصمه الروسيه. لك قلت لكم شو بدكم بهالشنطه؟ يعني اللي متعود على دفى الوطن صعب يعيش براته. كنتوا قضيتوها بزيارة لقاعدة حمامي، أوفر وأقرب وأخف عجقة، وهنيك بتتفرجوا على الأسلحة الروسية والطيارات على راحتكم، بما أنكم مصرين هيك تتحشوا الصمود والمقاومة بكل شيء. شو؟ أخذوهم؟ إمتى أخذوهم؟ بموسكو؟ ليش في قاعدة حمامين بقلب موسكو؟ اليوم نحن متواجدين بحديقة باتريوت يعني الوطني التابعة للجيش الروسي. نحن عم نحكي هلأ حاليا من موقع اسمه باتريوت بارك، وهو قرب موسكو، يبعد عن موسكو حوالي 55 كيلومتر، وهو يعني طبعا بتقديم آخر الاختراعات في مجال الأسلحة الروسية. ولكن في هذا الجناح بالتحديد الجناح السوري يضم الأسلحة الروسية التي استخدمها الجيش العربي السوري والجيش الروسي. يضم الجناح أيضا
أيضا مجسمات لجميع أنواع الأسلحة التي استخدمها الجيش السوري والروسي في معركتهم ضد الإرهاب. يعني طارئين مشوار لموسكو لتشوفوا شو الأسلحة اللي استخدموها الجيش الروسي والسوري ليقتلوا الشعب؟ يعني إذا كتير حابين تسافروا كنتوا حجزتوا كمان على جرحة الشام وبساعة بساعة بتصيروا بطرطوس. كمان هنيك في أعداد ظريفة وسيارين، عندكم بحر بدال النهر، بتتفرجوا على الأسلحة على كيفكم. لك ما خلصت هالزيارة داخلي وأنا سايرون ها؟ شو ضل شي ما زاروا بموسكو؟ شو ضل؟ البداية كانت من الكنيسة في بطريركية موسكو، كان الحديث دار عن أنشطة الكنيسة مع رئيس القسم الإعلامي في الكنيسة، وكان هناك زيارة للبطريركية الأرثوذكسية ولقاء مع المتحدث باسم البطريركية والحديث أيضا عن كل القضايا التي تهم الناحية الروحية. نحن اليوم نطل على تجربة إعلامية داخل الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا. في شيء من الناحية الدينية، لكن من شوي بكنيسة أرثوذكسية وشرحوا لنا عن طبيعة العلاقات اللي من هالناحية أحيانا، من يعني من ناحية السياسة ومن ناحية الشق الديني ممكن يكون بتوطيد العلاقات مع سوريا. تحدثوا أيضا عن استهداف المسيحيين في المشرق بشكل عام وفي سوريا، وعن استهداف الإرهاب للمعالم المسيحية في سوريا. يعني قلت لحالي زرتوا المتحف الحربي، ما بصير ما تزوروا الكنيسة للتأكيد على علمانية الدولة الروسية مو؟ إن شاء الله يكون الجانب الروحي عند الزميل نزار الفرة بخير، لأني أنا ملاحظة بالفترة الأخيرة جانب الروحي هيك شوي ضعفان ومضعضع، وبهيك بيكون البروغرام السياحي خلص والإعلاميين بقى مضطرين يرجعوا على روتينهم اليوم من تغطية أخبار الانتصار العظيم ومحاولة تجميل القبح اللي صنعته الآلة العسكرية. واضح إنه الزيارة غرضها مثل أي شيء تاني، غرض عسكري واستعراض للإعلام الحربي الروسي ولأداته إعلام النظام. بس عندي هيك بالله رسالة صغيرة للكنيسة، إذا في حدا مستهدف بسوريا أكيد هو أي حدا وقف في وجه النظام بغض النظر بقى عن دينه وعرقه. في عنا شاب سوري اسمه باسل شحادة، بتمنى تقروا عنه.